يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا عندنا مجموعه كبيره من الملفات الكرويه اللي حابين نتكلم فيها، اكيد في مقدمتها الاهلي في المونديال، وطبعا اكيد الكلام لن يخلو من يعني تفاصيل متعلقه بمشوار منتخبنا في امم افريقيا. كل ده هيحصل مع الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقه النهارده. صباح الفل عليك فتح، ازاي حضرتك؟ بونجور قوي يا مسيو. والله سامي بونجور خالص، بونجور خالص يعني لا والله بتنورنا دايما. وعايزه اروح مع حضرتك كده نخش بقى في المفيد على طول بقى. اصابات كتيره قوي وقبل بطوله كبيره قوي، ايه القصه؟ صعب كده جدا على الاهلي ولا على المنتخب؟ على الاهلي. لا مساله غريبه جدا بصراحه. يعني كل الاصابات مركزه في لعيبه الاهلي تحديدا، صحيح، يعني بشكل مكثف. جانب يعني تاثير المجموعه حتى اللي بيلعبوا وتاثيره مع الفريق، يعني لما يروح راح الامارات ويشتغل في المونديال في النسخه السابعه اللي بالنسبه له، فطبعا دي تاثير. يعني انا يعني عايز اقول ان انا قلبي مع موسيماني ولعبت الاهلي في هذه البطوله. هو كان ليه كذا تصريح اللي هو الراجل فعلا بيقول انا يعني الوضع يعني غريب يعني جدا. معترك مش متكافئ. صحيح. صح يعني معترك مش متكافئ. في عناصر كثيره جدا في الاهلي يمكن هتلعب لاول مره هتشوف هذه النوعيه من اللاعبين. احنا هقولنا القايمه فعلا في الحلقه في البدايه. فيعني صعب جدا، بس طبعا يبقى روح الاهلي مهمه جدا. نهاوند وكريم ان هم يعني تفرز نخبه جديده من النجوم في هذه البطوله. بس قلوبنا عندهم لان هم يعني اول احتكاك بقى حقيقي. طبعا في كاس العالم للانديه، مش حتى في مثلا كاس الرابطه في الدوري الممتاز، لا لا كاس العالم للانديه، فحاجه تخض. ده بعضهم ما لعبش بطوله افريقيا اصلا اللي احنا خدنا لقبها للمره العاشره، ما شاركش في هذه النسخه الاخيره. صحيح. فبالتالي يعني خبراته الدوليه والافريقيه يعني قليله او منعدمه. برضه في مساحه لوجود مفاجات، مش كده برضو؟ ممكن تبقى اللي هيحصل ده ممكن يبقى ميلاد مجموعه جديده من النجوم. دي كريم نسخه التحدي في مشوار الاهلي خلال مشاركاته في بطوله كاس العالم للانديه. انا افتكر انا شاركت في تواجدت في خمس نسخ قبل كده، منهم الثلاثه الاولى بتاعت الاهلي في اليابان. وافتكر رساله من موسيماني، عفوا من مانويل جوزيه. يعني احنا في النسخه الاولى 2005 طلعنا في المركز السادس، بس الراجل واقعيته كان الاهلي في ذلك الوقت في قمه مستواه، يعني بيتكلموا عن ارقام قياسيه، ما فيش اهداف بتخلص شباكه، بطل افريقيا بسهوله، بطل الدوري بسهوله، فبالتالي يعني كان مميز جدا الاهلي. بس لما راح اليابان في النسخة الأول مشاركة يعني اهتز جدا وخسر قدام اتحاد جدة في أول مباراة، ودي عطلته كتير يعني ان هو يقفز إلى مستويات أكثر. فبالتالي أفتكر رسالة مانويل جوزيه وهو قعد معانا في منزل السفير بعد ما خلصت البطولة تقريبا، فجمع الإعلاميين الموجودين معاه قال لهم أنا المسؤول عن هذا التأخر لفرقة النادي الأهلي. ليه يا عم خواجة؟ قال أنا ما جهزتهمش نفسيا لهذا الحدث الكبير. وده اللي بيتكرر النهاردة. ده اللي بيتكرر النهاردة، أن عدد كبير جدا من اللاعبين لم يعني يتحط في موقف الاحتكاك العالي قوي ده. فبالتالي موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ ورئيسه البعثه كله مطالبين ان هم يجهزوا اللاعبين نفسيا، ان هم يخرجوا كل اللي عندهم ويكون عندهم ثقه وياخدوا شهادات ميلاد نجوميه من هذه البطوله. طبعا هي تحدي صعب جدا، خاصه ايه بقى؟ خاصه المباراه الاولى مع مونتيري المكسيكي. مونتيري المكسيكي ده بيننا وبينه طار. في الاهلي في بطوله 2006 غلبوا 2-1، واللي هي البطوله اللي حقق الاهلي فيها اول ميداليه برونزيه.
فبالتالي بينا صحيح في 15 سنه فرق، بس يعني الطار موجود والكره المكسيكيه كره عاليه جدا وسريعه ومهريه. طبعا. بس احنا قادرين ان شاء الله يا رب ان احنا نكون على المستوى ونكسب بعض نجوم الاهلي الجدد في هذه البطوله ان شاء الله. طيب نتكلم عن المنتخب ونتكلم عن الاهلي وهنروح ونرجع، لان طبعا ملفات برضو او ملفين مهمين جدا برضو عندنا مع المنتخب، مباراه في غايه يعني الاهميه وحاسمه زي ما بتقال. بتشوف برضو ان شاء الله المباراه سيرها هيكون يعني ممكن ان هي تخلص او تنتهي في خلال الوقت الاساسي، ولا الموضوع زي ما شفنا قبل كده في الماتشين الاخرانيين لا هيمتدوا كمان لوقت اضافي وربما بعد كده؟ يعني انا اتمنى انها تخلص في الوقت الاساسي. انا اعتقد مصر. فعلا ان ده السيناريو الارجح مصر. طبعا ناس كتير اتكلمت طبعا عن ده. يعني ايه الجهد اللي واقع على لاعبتنا فوق الاحتمال يعني، خصوصا بنتكلم عن فروق برضو حراس المرمى استاذ سامي. مش تقليلا من حارس المرمى بتاعنا ابدا على فكره، صبحي ده رائع جدا جدا وواعد. انا ده لو كان ابو جبل رسميا مش هيشارك يعني، بس الفكره ان الناس بتقول لك احنا ليه نوصل لده اصلا وليه نبقى على اعصابنا لغايه الضربات، يعني ليه ما ننهيش فعلا في الاول حتى الاجهاد يكون اقل. ما دي برضو رساله مهمه من كروش يعني ان هي بتتاح لنا فرص كتير جدا. يعني في ماتش ساحل العاج كان في فرص وضاعت، في ماتش المغرب كان في فرص وضاعت، فبالتالي يعني الجميع مطالب ان هو يثمن كل فرصه امام مرمى المنتخب الكاميروني. طبعا لان طبعا المنتخب الكاميروني هيلعب في وسط جماهيره في الملعب الاولمبي على فكره. ويا ترى هل ترى التحكيم هيبقى شكله ايه؟ ملاديون ده دي نقطه ثانيه بقى خالص لسه هنتكلم. فبالتالي يعني مطالبين لاعبتنا في وسط الظروف دي اللي هي غيابات ابرز حارسين مرمى الشناوي وابو جبل، ومهمة ثقيلة جدا على صبحي، فالمطالبين ان هم الفرصة ما تضيعش. صحيح الفرصة ما تضيعش لان هي ماتش الضربة الواحدة. ايوه صح. ما هو الفرصة ما تضيعش بالنسبة للطرفين. كان في فيديو يعني فيديو قصير كده شفنا من خلاله صامو لياتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وهو مجتمع بمجموعة من لعيبة المنتخب، ومش قادر اقول لك على النرف اللي كان بيتكلم فيه. واكتر من مره الهواندي بيقول انتوا داخلين حرب يوم الخميس. حرب. وقعد يتك قوي على كلمه حرب. طب وبعدين يا استاذ سامي؟ طب هو يعني هو جاهزين للحرب. هو نفسه عانى مع الفراعنه كتير سمو القطو يعني طبعا. هو عانى فمقدر الموقف مقدر المواجهه. يعني صحيح المدرب جديد ولاعيبه نجوم بعض النجوم غايبين وفي ازمه حقيقيه في حراسه المرمى، يعني خلينا نكون واقعيين. فبالتالي هو بيقول هو عارف ان منتخب مصر قادر انه يطلع طاقات استثنائيه في مثل هذه المباريات. واول مباراه جد بقى، يعني انت بتتكلم برضو مصر من العشره اللي هم التوب في البطوله يعني. قبل كده كاميرون لعبت مين من الفرق؟ محترمي طبعا لكل المنتخبات، بس ما كانتش منتخبات يعني لعبت بالتحكيم كمان على فكره يعني. ما دي معلومه. حتى قوه المنتخبات نفسها يعني فعلا ما هياش المنتخبات الأطلع. لا يعني هو ده التحدي الاول والحقيقه ده منتخب الكاميرون. بس انا اتمنى ان احنا زي ما قلنا في البدايه ان الفرصه ما تضيعش. ايوه الفرصه اثنين ثلاثه هي هتبقى الفرص قليله جدا. الفرصه ما تضيعش يبقى حريص عليها. بلاش ايه احيانا حاله الايه النرجسيه عند لاعب معين او يعني او ما من اللاعبين ان هو اللي هو عايز يجيب الجول. لا خليك شغال في المضمون وشوف زي ما عمل صلاح مع تريزيجيه. يعني بذل جهد كبير جدا ان هو خلص الكوره ولعبها بشكل مميز جدا، وتريزيجيه بلمسه واحده كانت في الشباك. صحيح. ده اللي احنا عايزينه ان الكوره يعني تبقى غاليه علينا قوي الفرص اللي هتتاح، ولو احرزنا مبكرا يبقى خير وبركه وما نخافش من المباراه. دي نقطه مهمه ما نخافش يعني. جمله حضرتك لو احرزنا مبكرا يبقى خير وبركه بتعكس العشم اللي كلنا متعشمينه طبعا في الفريق وفي الجهاز الفني الى اخره. العشم ده بيخلينا كجماهير في بعض الاحيان نبقى متقلبين وحادي المزاج قوي عند التعامل مع اي مستجد. بمعنى في فتره من الفترات ناس كتير انا كنت واحد منهم عمالين نتكلم وقلنا ما في الخمر على كيروش من ساعه لما جه. خدت بال حضرتك ازاي؟ والبعض مننا
ابتدى يغير رايه بعد ما شاف اخر مباراتين بصفه خاصه وقال لك هي ابتدت تندع، فاهم ازاي؟ محمد صلاح شخصيا كان عرضه لانتقادات كتير لفتره من الفترات، وخايف على رجليه يقول لك انا هوانده ما بيعملش معانا تمن اللي بيعمله معانا والنني ومش عارف مين يعني. واخر برضو اخر لقاء بصفه خاصه، اخر ماتش بصفه خاصه مع المغرب، لا ابتدت برضو ايه النبره تتغير خالص، الكلام عن صلاح والشخصيه والحاجات. فاحنا كجماهير متقلبي المزاج ولا ده غصب عننا ولا ايه؟ هي في الاول والاخر كوره يعني، احنا يعني انا مش في الاوبرا، احنا في كوره، بتعجبك لعبه ما تعجبكش لعبه، جون دخل وفرصه ضاعت، ففي حاله تقلبات في الحاله المزاجيه عند الجماهير، في القناعات كروش كويس ولا مش كويس. دي نقطه مهمه. انا شخصيا كنت يعني بداياتي معاه مقتنع بيه جدا، وبعدين زعلت منه جدا في ماتش نيجيريا، وشفت ان هو حصل تصحيح مسار في التالي يعني. فبالتالي يعني هي دي كوره، والحاله المزاجيه المتغيره دي طبيعيه جدا، ونبقى ان احنا قدامنا فرصه مهمه جدا لتحقيق حلم، احنا قريبين جدا من منصه التتويج، ده الهدف، قريبين جدا من منصه التتويج. يعني مش هقول لك هنلعب على الثالث، لا ليه ما نلعبش على الاول يعني، لان لو خسرنا لا ممكن نلعب على الثالث، ده لا اتمناه، وان احنا نكون عندنا اراده عاليه جدا نلعب على النهائي ان شاء الله، ونسيب بقى كروش واللعيبه وصلاح ويبذلوا ما عندهم. هم قدموا لنا في المباراه اخر مباراتين رساله واضحه جدا ان هم بيبذلوا غايه جهدهم، والتجمع مع بعض في فندق اقامه ده شيء مهم جدا، بيفهموا بعض، بيتكلموا مع بعض، بيصححوا حاجات كثيره جدا. دي نقطه كانت غايبه في الفتره اللي فاتت، لان كانت التجمعات قصيره جدا، وبعد كده فركش يلعبوا مباراه بالسلامه. فبالتالي يعني انا شايف ان البطوله دي مكاسبها عاليه حتى الان، مكاسبها كويسه جدا، خلقت كيان منتخب جديد، دي نقطه مهمه يا استاذ كريم، خلقت كيان منتخب جديد ما كانش موجود السنه اللي فاتت للاسف، يعني من 2019 لما كانت كاس الامم الافريقيه في مصر ما حسيناش ان كان عندنا منتخب. احنا ابتدينا نحس ان عندنا منتخب في المرحله الاخيره، وانه قادر ان هو يعني يحقق طموحات كثيره جدا ان شاء الله. انا متفائل جدا بالمنافسه على اللقب في هذه النسخه والتاهل لكاس العالم المونديال الكبير في قطر 2022 ان شاء الله، وده يكون حق مستحق لجماهيرنا اللي وقفت بقوه جدا وراء هذا المنتخب الجديد. وبعد التاهل نسبه نجاحنا قد ايه؟ في المونديال، وان مونديال ده حوار تاني. طب احنا بنتكلم اهو، حوار تاني، القرعه والمجموعه اللي هو اتأهلنا وبعدين يعني خلينا نشوف مع حضرتك بقى. يعني احنا اتأهلنا المره اللي فاتت في روسيا، ولكن الاداء ما كانش لذيذ وما عجبناش، عشان كده بقول لحضرتك بعد التأهل يعني على الاقل على الاقل على الاقل أيوة. لازم نلعب بقوه جدا في المجموعه، الشيء بيجيب الشيء. يعني لو هنقارن ما بين دلوقتي وروسيا، حضرتك بتشوف ان رقم واحد لازم يكون في لعب اقوى عن وقت روسيا، ان ما كانش الاداء الافضل، ايه تاني؟ ده بيشاركوا ده مولود مع الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. ايوه، والمنافسه على اللقب الافريقي دي بتعلي وكل شيء بيعلى كويس. فبالتالي انا متعشم ان احنا ننافس على اللقب الافريقي، ده هيساعدنا ان في بطوله كاس العالم ان احنا نكون حق بحق ابطال افريقيا، ورايحين بقى ورايحين بنمثل افريقيا ككل، يعني بنمثل افريقيا ككل. في خمس مشاركين يعني في خمس مشاركين بيبقى في البطوله، لما المهم ان انت بطل، فبالتالي لازم تلعب بروح البطل،
وقدم كل ما عندك، يعني هتلعب مع مثلا انجلترا، هتلعب مع المانيا، هتلعب مع ما هو استاذ سامي كان سؤالي في نقاط كنت عايز اعرف من حضرتك، ايه اللي ممكن نتلاشاه المره دي؟ ايه الاخطاء اللي كانت المره اللي فاتت؟ ايه اللي احنا محتاجين نغيره؟ بس ممكن بعد الفاصل جبت الجول اسئلتي لازم تبقى في الجول. فاصل وهنرجع نكمل. قلب الاسئله في دماغك واحنا طالعين فاصل ونرجع نسمع اجابات حضرتك عليها. اتفضل. مرة تانية رجعنا عشان نكمل كلامنا مع الأستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. طبعا يعني شفنا مع حضراتكم من لحظات يعني شيء كده من كواليس بعثة النادي الأهلي طبعا. والنهاردة كان في محاضرة فنية أو محاضرة بحضور طبعا مندوبي الفيفا، وكان لهم اجتماع مع المسؤولين في النادي الأهلي واللعيبة والجهاز الفني. وكنا طلعنا الفاصل اللي فات بسؤال نميس سألته نهوان. بس كان أنهي سؤال نميس فيهم؟ كله. يعني بتسال عن الاسباب غير الكرويه اللي خلتنا مش في فورمه في مونديال 2018. وطبعا انا بقول يعني المساله مش بعيده، يعني كلنا كنا فاكرين كان في مشاكل اداريه كتيره جدا وعدم انضباط داخل معسكر المنتخب في المدينه اللي كنا قاعدين فيها، والمساله والروح داخليا ما كانتش لطيفه. يعني ده حقيقي
لا انا ما كنتش هناك، بس الزملاء اللي كانوا متواجدين لان نقلوا لنا الصوره دي ان هي كان فيه زي اشبه يعني باجواء متوتره بين اللعيبه وبعضها بين الجهاز الفني ومن ناحيه ثانيه، وطبعا كان في قصه مش لذيذه كده حصلت، عملت دربكه داخل معسكر المنتخب في جروزني. فيعني احنا يعني ما كناش يعني نقول ان احنا مستعدين نفسيا ولا انضباطيا في هذه البطوله الكبيره جدا، تاهلنا بيها وفرحنا وكل حاجه، ولكن شفنا هناك اللي ما لا يعني لا يحمد عقباه. وبالتالي انا بقول انا اتمنى ان احنا نجتاز جوله السنغال جولتين السنغال في التاهل، ونكتسب خبرات مما حدث قبل ذلك يعني، وان شاء الله يكون متواجدين بابطال افريقيا عشان تبقى الجرعه المعنويه والنفسيه عاليه جدا، ودي نقطه مهمه جدا على فكره يعني، لما تخش معترك كبير بمونديال الكبار مش سهل يعني، انت عايز على الاقل تثبت وجودك، تقول انا يعني قد المسؤوليه ان انا وصلت للمستوى ده واقدر اعمل حاجه، مش هنقول هننافس ولا مربع ذهب ولا حاجه، لا على الاقل دور ثاني او دور وليه تماني. ليه ما نوصلش ان احنا ننافس ومربع ذهبي يعني؟ ليه اصلا معلش يا استاذ سامي، ليه طموحنا ما توصلش للمرحله دي؟ ليه ليس لدينا من الحق ومن التاريخ ومن الامكانيات اللي تؤهلنا ان انا اقول لا انا عايز اوصل لده؟ معلش لا ما فيش مشكله، بس نفكر كل شيء من خبرات متراكمه يعني. النهارده يعني انا اجيب الخبرات المتراكمه دي منين يعني؟ لازم اول يعني اكسب يعني على المستوى القاري، واكون نمره واحد. حصلت قبل كده؟ اه، واكون نمره واحد، وكمان اخش ما تقطعش عن كاس العالم لكره القدم كبار، ما تقطعش عنها كل مثلا 8 سنين و10 سنين اروح مره، ما ينفعش. لازم ابقى متواجد زي الكاميرون زي نيجيريا زي السنغال، متواجد بشكل شبه دائم. هنا بتتراكم الخبرات، والجيل نفسه بيقدر يلعب ثلاث مونديالات على الاقل، فبالتالي بيكتسب الخبرات، يعني ده بيديهم فرصه ان هم يعني يقدموا نفسهم للانديه العالميه الكبيره في اوروبا، ودي بيساعدهم كتير يعني. طبعا غير ما يبقى بيلعب محليا، لا ما بيلعب اوروبيا دي برضه بتساعده كتير. احنا اصبح عندنا نخبه لا باس بها يعني، لا باس بها، لا باس بها. خلي بالك انا بركز في الكلام قوي. لا لا باس بها، انا ما بقولش يعني ان هي التوب يعني، ودي حقيقه الصراحه. لا احنا مع حضرتك اه، ودي حقيقه يعني. صلاح، تريزيجيه، النني، يعني هنقول مين تاني بس كده حضرتك دول اللي شايفهم يعني. مصطفى محمد قدامه وقت شويه. حضرتك بتتكلم عن المحترفين كده اكتر ناس. المحترفين انا بتكلم عن المحترفين. انا عايز يعني منتخب الكاميرون اللي عنواجه كمان يومين دول كلهم بره، كلهم بيلعبوا بره. اه طبعا لو بيلعبوا بفاعليه وتالق، بس برضو انت بالرغم من القوه دي انت برضو فايز وتاريخك معاهم اعلى بكتير، وفرقه برضو مش مقديه زيك. معلش مش بوصل لدرجه الياس، بس احنا لو عندنا نخبه اعظم واكبر في الملاعب الاوروبيه هنشوف طفرات الكره المصريه طب كبيره. طب حضرتك متخوف اكتر من ايه؟ من عدم مجارات امكانيات تعبتنا بالمقارنه باللاعبين المحترفين في الكاميرون، ولا متخوف من خطه ما قد يفاجئنا بيها كيروش مع بدايه المباراه؟ يعني مخاوفك جايه منين؟ لا ولا دي ولا دي، انا خايف من التحكيم. يبقى اذا في ثقه ولكن الخوف من التحكيم. عندي يعني اللي شفناه في ماتش المغرب يعني حاجة يقول لك ان احنا مخزوننا كبير جدا، مخزوننا كبير جدا، وهنقدر نقدم حاجه كويسه جدا قدام الكاميرون. سحبه الارض والجمهور ماشي، بس طبعا يعني لو عداله تحكيميه لا، هنلعب بروح عاليه جدا وهنهدف وهنعمل نتائج. هو اللي حصل في ماتش المغرب مش اخطاء تحكيميه بقدر ما هي يعني عصبيه، في سوء نيه تحكيميه ربما، مش مجرد اخطاء ده. شوف استاذ سامي يعني بيقول لك برضه ربما ماشي كانت واضحه زي الشمس يا استاذ سامي، بس ماشي. لا مش وفي ماتشنا برضه كانت واضحه مع الحكم السنغالي يعني. السنغالي كان عصبي جدا يعني، مش شايف حد بيغلط. هي كروت الصفرة كانت بتطلع كده وخلاص، مش شايفنا الا احنا بس، مش شايف الا الجهاز الفني المنتخب مصر هو اللي بيحتاج لا يعني
أبو الفتوح زقة غير أخلاقية بره الملعب. صح. عمل إيه؟ ولا حاجة. ده بيدل على كلامكم إن هو في كلسوء نية فعلا وعلى مستوى العصبية في المباراة طبعا، والتوابع اللي حصلت بعد كده كل هو المسؤول عنها. فأتمنى إن شاء الله يعني التحكيم يكون عادل. وأنا سمعت إن في حكم من غواتيمالا هو اللي هيدير المباراة ربما يعني، فحصل تعديل. فيعني بالتالي هذه نقطة مهمة قوي إن التحكيم يديك الأمان في الملعب، ما يكسرش مع أديفك، ما يحسبلكش ضرب جزاء مش هي، ما فاولات على منطقة الجزاء مرعبة، وخصوصا ان هي فرقة مش قليلة، فرقة الكاميرون مش قليلة. فبالتالي يعني الندية لا هتبقى موجودة. صحيح هم اكثر احترافا وفي اوروبا بعدد كبيرة جدا، وقيمتهم التسويقية بتعدي 170 مليون يورو، بينما احنا 116 او 115، في فارق كبير جدا. فانا شايف ان التحكيم اولا، وحتى يعني التحكيم اولا هو اللي هيعطي الضوء الاخضر للاعبتنا انها تطلع كل اللي عندها. التحكيم والتركيز والقدره والرجوله وحاجات كتير قوي، مش بس التحكيم برضو التحكيم يعني ممكن التحكيم يكسر كل الحاجات دي. انا مع حضرتك، بس انت مفروض تكون بتلعب عشان ما تحطش نفسك تحت طايه اصلا التحكيم. يعني انت تحاول ان انت تتغاضى، ده زي الملعب الوحش، زي الجماهير، ان وزي ما انت مش على ارضك يعني. دي كلها عوامل ربما تؤثر بشكل كبير، لكن في الاول وفي الاخر انا لازم اكون داخل وعارف ان انا لازم اتغاضى عن الحاجات دي عشان ما افكرش فيها واخسر. وركز احنا بنتكلم، بس طبعا الرساله دي مش المفروض توصل للاعبين نفسهم، يعني ان هم زي ما بتقولي التركيز. وده حصل على فكره في المغرب بالظبط، رغم كل اللي حضرتك بتقوله، التركيز واستغلال الفرص بشكل جيد جدا، لان ده اللي ده ملعب مستطيل اخضر 11 ضد 11 في الاخر. انا لو شاطر هو ده ههدف واكسر كل الاجواء اللي محيطه بيا اللي هي مش مؤهله ان انت تساعد. صحيح. وبالتالي نتمنى ان شاء الله يعني ان احنا نوصل للهدف اللي ان شاء الله على متوقع ان مصر في النهائي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بنشكر حضرتك على وجودك معانا جزيل الشكر. للاسف وقتنا يعني انتهى، ونشوفك على خير ان شاء الله في حلقه الله. جديده. نورتنا في الاستوديو الجديد اول مره هنا. صح، أول مرة كنت بتجينا في العجوز. في العجوز. شكرا لحضراتكم على متابعتنا. الحلقه خلصت، نشوفكم بكره انا وكريم ان شاء الله في حلقه جديده ونهايه الاسبوع 10 الصبح في الاهلي.